النهارده عندنا موضوع مهم انا كنت بتابعه على الفتره اللي فاتت حوالي اسبوع 10 ايام بتابع واقرا واشوف واسمع تصريحات. محدش عايز يسال نفسه سؤال، مباراه كانت في يناير، ليه القرارات اتاخرت لغايه شهر ابريل؟ هو محدش خد باله ان كانت في لجنه قبل كده تم الهجوم عليها بطريقه لا تصح، واللجنه دي قدمت استقاله؟ ما هي اللجنه لو كانت استمرت ونظرت في الموضوعات بشكل سليم كانت خدت قرارات من فتره. بس يقول لك ايه؟ سايب كل ده ويجي دلوقتي يقول لك ليه القرارات بعد ثلاث شهور؟ انا مش هقول اسماء حد على فكره، يطلع كابتن فلاني، لاعب سابق فلاني، اعلامي فلاني، كل واحد حر في وجهه نظره، بس احنا لازم نفكر الناس اللي حصل. اولا الواقعه نفسها، انا من اول يوم قلت هنا اصلا مفيش واقعه، مفيش موضوع. وسبحان الله بعد فتره طويله يطلع الحاج عامر حسين يقول لك لا تقارير الحكم ولا تقارير المراقب ولا الشريط الاصلي للمباراه ولا اي حاجه. فيديو كده من موبايل متصور اتقدم من غير حتى ما يتاكدوا من صحته طلعت قرارات، لكن ما علينا. محدش سال نفسه اللجنه اللي كان تم انتخابها وموجوده بشكل رسمي مشيت ليه؟ محدش سال نفسه. طيب اللجنه اللي جت واحنا من دي 1 من اول يوم بنتكلم ان التعيين اللي تم يا جماعه تعيين غير قانوني، والناس دلوقتي بتتكلم فتقول لك لا تعيين قانوني، لا التعيين غير قانوني، لان في لائحه، في لائحه نظام اساسي، اللائحه دي الاتحاد الدولي بيعتمدها. هل التعيين اللي تم هل تم بناء على لائحه النظام الاساسي؟ لا، قولا واحدا لا. ده وجهه نظر؟ لا ده مش وجهه نظر، دي لائحه. ليه بقى لائحه؟ لو نروح للماده 65 من لائحه النظام الاساسي، ليه انا هستعرض ده النهارده؟ لان انا شفت تصريح لعضو في اتحاد الكوره، ودي انا شايفها على المستوى المهني كارثه، ان يطلع عضو في الاتحاد يعلق على قرار لجنه او يعلق على قرارات لجان جوه الاتحاد، فده اولا لا يجوز. ثانيا عضو سابق في لجنه سابقه طلع علق، وبالتالي هو يعتبر مسؤول سابق، فلا يجوز اصلا يتم التعليق على قرارات اللجان. ثالثا وده الاهم، بيان منذ قليل صدر من وزاره الشباب والرياضه، انا بصراحه قريته كله مش قادر اتخيل ان البيان بالشكل ده بدون ما يرجعوا لائحه النظام الاساسي يتاكدوا هل الكلام اللي كاتبينه ده صح ولا غلط. نعرض مع بعض لائحه النظام الاساسي في الماده 65 اللجان القضائيه. اخر بند فيها البند رقم 7. وركزوا في التفاصيل، خدوا بالكم القوانين والنصوص تحديدا اللوائح الحرف بيغير المعنى. انا مش هقول بقى انا راجل قانون، انا درست قانون وخريج حقوق والحمد لله بتقدير كويس، بس انا ما بحبش اطلع اقول انا دارس قانون وانا راجل قانون. نقرا اللائحه، نقرا النص. في حال التوقف الدائم لرئيس او نائب رئيس او عضو اللجنه القضائيه عن اداء المهام الوظيفيه اثناء مدته، يعين المجلس مش حد تاني، بديلا لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية، حيث يعين المجلس عضوا جديدا للجنة القضائية المعينة عن الفترة المتبقية. آخر بند معاكم، آخر بند، في حال التوقف الدائم للرئيس أو نائب الرئيس أو عضو اللجنة القضائية عن أداء المهام الوظيفية أثناء مدته، يعين المجلس مش حد تاني، المجلس بديلا لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية، حيث يعين المجلس عضوا جديدا. ما قالكش لجنة بالكامل، ما قالكش لجنة بالكامل. ليه بقى المشرع هنا الفلسفة بتاعته انه يقول البند بالشكل ده؟ لان اللجنة القضائية اللي بيتم تعيينها هنا سواء لجنة الانضباط او لجنة الاستئناف، ما ينفعش يكون اتحاد الكورة خصم وحكم في نفس الوقت، فبالتالي مش مديله صلاحية انه يعين لجنة بالكامل، لا هو ولا غيره. يعني حتى لو جات له رسالة عين الناس اللجنة دي هي اللي تدير، لا أصلا كمان غير قانوني. هتيجي تقول لي أصل الوقت كان ضيق ولازم تتعين لجنة عشان تاخد قرارات، ماشي، هو في الأساس ما ينفعش تعين لجنة، بس أنت عينت لجنة، الطبيعي تعمل جمعية عمومية غير عادية لاعتماد ترشيح اللجنة. أنت ما عملتش كده، أنت عينت اللجنة وسبتها تشتغل وتاخد قرارات، قرارات مش موجودة في نصوص المواد الموجودة في لائحة المسابقات أو لائحة الانضباط، وفي الآخر طلعت القرارات وعملت أزمة ومشاكل لناس كتيرة. أنت لو من أول يوم باصص على التفاصيل صح ما كنتش وصلت لكده، ما كنتش وصلت لكده، والناس في الاتحاد عارفين الكلام ده على فكرة، محدش فيهم يقدر ينفيه. لذلك النهاردة لما ألاقي
بيان وزاره الشباب والرياضه طالع بالشكل ده، وهو المفروض خصم وحكم في القضيه، لان في قضيه على قرار اداري صدر مش قرار فني، قرار اداري صدر مش قرار فني. المفروض الوزاره تنتظر، المفروض عضو اتحاد الكوره ينتظر. ذاكره السمك اللي ممكن البعض يعتقد ان احنا هتبقى موجوده مع الكل وننسى بعد 10 سنين ويتقال ان في مظلوميه حصلت في 2023 مش هتحصل. هنسجل بالتاريخ وبالايام، هنسجل بالتاريخ وبالايام. اللائحه قدامكم على الشاشه اهي واضحه، الرئيس او نائب الرئيس او، وفي الاخر يقول لك ايه؟ يعين عضوا، يعني مش لجنه بالكامل معينه، مش لجنه بالكامل معينه. وبالتالي تعيين لجنه الانضباط تعيين مخالف للوائح النظام الاساسي. بالمناسبه النادي الاهلي عشان نادي الوطنيه عمره ما يقدر يشتكي هيئه مصريه ولا مؤسسه زي اتحاد الكره في الاتحاد الدولي وغيره عمل كده. يعني غيره عمل كده في اربع خمس مناسبات، مش اول مره، اربع خمس مناسبات، وفي الاربع خمس مناسبات كان ممكن يحصل ايقاف نشاط، بس هي عشان الشكاوي اي كلام، كلام فاضي يعني، ورق ملوش لازمه بتعدي. لكن النادي الاهلي قرار اداري طعن عليه، فعضو في اتحاد الكره يطلع يتكلم ويقول رايه وهو اصلا مش عارف الفرق بين الانضباط والاستئناف. دي كارثه لوحدها لما يكون عضو في اتحاد كوره مش عارف الفرق بين اللجنه التاديبيه ولجنه الاستئناف. دي في حد ذاتها بصراحه انا مش قادر اتخيل ده معناه ايه. عضو في لجنه سابقه بيتكلم في امور قانونيه هو مش قاري كويس جدا، واللجان السابقه مع احترامي الكامل ليها كانت بتبعت خطابات بالغلط اصلا. يعني يقول لك ايه انا راجل قانون، طب ما كنت بالنسبه لك انت راجل قانون او الاتحاد او اللجان كانت رجال قانون يعني، وانت بتبعت خطابات للاتحادات القاريه او الدوليه ركز انت بتبعت لمين. ما ينفعش تبعت للاتحاد الافريقي وتكتب اسم السكرتير العام غير اسم السكرتير العام اللي موجود. فلما يجي حد يطلع يتكلم على اللوائح ما يحسسش الناس ان هو بيتكلم بلغه واثق من اللي بيقوله والناس كلها غلط. لا، احنا بنتكلم بورق، احنا بنتكلم بورق. وبالتالي النادي الاهلي لما صدرت قرارات من لجنه الانضباط لجنه غير قانونيه، وفي طعن عليها وفي قضيه في القضاء الاداري وتحدد جلسه. واعتقد المفروض يعني لما يكون في جلسه في القضاء الاداري او في مجلس الدوله اي مسؤول ما ينفعش يطلع يعلق على قضيه لسه منظوره او لسه هيتحكم فيها او يتخذ فيها قرار، احتراما لاحكام القضاء او احتراما للهيئه الموقره اللي هتنظر في هذه القضيه. ما بالكم بقى بمؤسسات المفروض تكون فاهمه كويس قوي يعني ايه قضيه منظوره قدام مجلس الدوله لا يجوز ان يتعلق عليها. بيان صدر من الوزاره في توقيت انا شايفه بصراحه خطا كبير جدا، تصريح صدر من عضو في اتحاد الكره في توقيت غلط جدا، وحتى اللي كاتبه اصلا غلط. لا عارف الفرق بين الانضباط والاستئناف، عضو اتحاد كوره ولا اعلامي ولا لاعب سابق ولا ولا، حاجات كتير جدا بصراحه ماشيه في الوسط الرياضي للاسف بشكل خاطئ جدا. ما علينا من كل التفاصيل دي، الاهلي كمان طعن في لجنه الاستئناف. هل لجنه الاستئناف ليها الحق انها توقف القرار؟ اه ليها الحق. ارجعوا يا جماعه للوائح الاتحاد الدولي اللي هي بتبقى ملزمه على كل الاتحادات الوطنيه والمحليه. يجوز لرئيس اللجنه ان هو ينظر في الاستئنافات وينظر لقرار او لطلب للمستأنف على هذا القرار او على هذا الحكم ان هو يوقفه لحين النظر فيه. هتقول لي اصل في قضايا سابقه ما حصلش. الراجل المستشار الجليل عادل الشرباجي لما طلع صرح على مساله ايقاف القرارات المتعلقه بالاستئنافات شرحها كويس جدا، بس ما حدش ركز في اخر كلمتين. خدوا الجزء الاولاني وقعدوا يذيع الفيديو مره واثنين وثلاثه وعشره، واعلامي ممكن يكون له انتماءات حب يجيبه مره واثنين وثلاثه وعشره، ولكن الراجل مستشار جليل زي المستشار عادل الشرباجي قال لك جمله مهمه جدا. قال لك ايه؟ لا ننظر في الاستئنافات الا بعد نهايه المده اللي يحق فيها للطرف المتضرر الاستئناف على القرار. يعني خلال 10 ايام انت بتستأنف، هل اللجنه بتنعقد في ال 10 ايام؟ لا ما تنعقدش، فبالتالي ما بتستأنفش او ما بتنعقدش عشان تنظر في الاستئناف. طب في مباريات وانت استأنفت بتفضل موقوف، بتفضل موقوف خلال فتره ال 10 ايام اللي انت استأنفت فيهم لو فيها مباريات. واول ما بتنعقد اللجنه وبتعمل اجتماعات بتبص في الاستئناف ولقي الطلب مسبب من الطرف المتضرر بقرار لجنه التاديبيه او لجنه الانضباط، ليها الحق ان هي تاخد قرار بايقاف القرار لحين الفصل في الاستئناف. وده اللي حصل، بس محدش عايز يقرا، محدش عايز يفهم الفكره. عايزين ياخدوا الجماهير لاطار مظلوميه، اطار المؤامره الكونيه. وناس الناس كلها نسيت حاجه مهمه جدا، ان المباراه دي خارج مصر، خارج مصر. فلازم الناس وهي بتفكر تحذف حسبتها كويس قوي. الحاجه الثالثه والاهم،
في ناس كتيرة مصرة انها تشغلنا بالتفاصيل دي عشان ننسى حاجة أهم. ننسى حاجة أهم مش هتطرق ليها، لأن هو شأن داخلي لنادي معين لا يخصنا في أي شيء، ولكن على الجهات المختصة اللي بتراقب عمل الأندية والمؤسسات الرياضية أن تنفذ القانون والأحكام فور صدورها. خدوا بالكم، على مدار 10 أيام أسبوعين الناس مش مركزة في القرارات والأحكام اللي صدرت من فترة، بس هو شأن داخلي لطرف ما مش هنتكلم فيه. وبعدين الناس بتتكلم يعني ليس ذو صفة على مواقف وقرارات غير صحيحة، والإعلام بيتعامل معاها بشكل تلقائي عادي جدا. يعني عادي حد ممكن يكون ليس ذو صفة يتكلم عادي والناس تسمعه وتقرأ وتنزل تصريحات وتتخذ قرارات ومواقف. بصراحة مش عارف إيه اللي بيحصل، عشان كده في مشاكل في اللوائح، في مشاكل في القوانين، لأن الجهات المسؤولة عن التنفيذ ما بتطبقش حاجة من اللي موجود في الورق ومن اللي احنا عرضناه واتكلمنا